الجميل في الموضوع ان احنا التعليم الفني لفتره من الفترات نظره الناس ليه كانت مختلفه، وفي نفس الوقت محتوى المناهج اللي بيتم دراستها في هذا النوع من التعليم هو التعليم الفني مناهج لا تناسب سوق العمل. فالجميل ان في هذا المحور تحديدا ان الحوار الوطني يهتم بمناقشه هذه القضيه. اكيد طبعا، هو كانت في مشكله في قطاع الصناعه عموما، التحديات اللي بتواجه القوى العامله، والقوى العامله بنتكلم على العماله الفنيه الموجوده ما كانتش موجوده بالشكل المؤهل او المدرب في قطاع الصناعه، فبالتالي كان بيسبب مشكله في القطاع الصناعي والسوق الصناعي عموما يعني. فكان لازم ان احنا نشوف مخرجات التعليم الفني لازم تناسب سوق العمل، احتياجات سوق العمل. بمعنى ايه؟ انا اشوف سوق العمل محتاج من التعليم الفني، محتاج السنه اللي يعني المخرجات تكون التعليم الفني عامله ازاي، بحيث ان انا اهل طالب او العامل ان هو يتخرج يلاقي وظيفه او فرصه عمل مناسبه لتخرجه او لمؤهلاته. عظيم جدا. محتوى المناهج كانت عامله ازاي اللي كانت قبل كده؟ ده احنا كنا بنشوف مثلا بتاع خريج دبلوم التجاره ولا دبلوم الصنايع ولا الزراعه لفتره من الفترات هو خارج من الدراسه بتاعته مش معاه اي ماده، مش معاه اي حرفه، مش متعلم حاجه، او متعلم حرفه جار عليها الزمن وخلاص ما بقتش موجوده دلوقتي. بالفعل ده كان موجود في الفترة السابقة، بس في الفترة الحالية في قطاع خاص أو في مستثمرين بدأوا يلجأوا للمدارس، وطبعا في قطاعات كتير اشتغلوا عليها أو مستثمرين اشتغلوا عليها المدارس الموجودة دلوقتي في القطاع الخاص، إن هو بدأ يجيب الطلب عنده يعمل مدرسة خاصة ليه، أو يجيب الطالب عنده في مرحلة الدراسة بيتدرب نظري وعملي على سوق العمل، إن هو بيتخرج وبيتخرج بيتعين في القطاع عنده أو في المصلحه الاول موجوده عنده في. بس ده لازم يكون في تواصل بقى مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. ده بيكون تنسيق يعني، في مثلا موجود مصلحه الكفاءه الانتاجيه، مصلحه الكفاءه الانتاجيه دي تبع وزاره التجاره والصناعه، لديها المراكز معتمده او مراكز فنيه معتمده فيها تخصصات كتير جدا مثل الطباعه، الغزل والنسيج، الحداده، الخواطه وخلافه. احنا ممكن نستغل الحته دي او القطاع ده كمصلحه الكفاءه الانتاجيه مع وزاره التربيه والتعليم، مع القوى العامله بما انها هي الحافظ او الضامن للعامل، مع القطاع الخاص، بحيث ان المنظومه تبقى متكامله. انا كقطاع خاص ابدا ابص على مصلحه الكفاءه الانتاجيه، انا محتاج خلال فتره الدراسه او السنه اللي جايه محتاج مثلا 100 طالب في التخصص الفلاني، 50 في التخصص الفلاني، فابدا اشتغل عليهم بحيث ان هم لما يتخرجوا يبقى بالفعل متخرجين على حاجه معينه يشتغلوا عليها على طول. هل بقى هو اللي يعمل المدرسه ولا وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هي اللي تغير المنهج عشان يلائم هذه هي بالفعل موجوده يعني. هي المراكز الفنيه دي موجوده بالفعل في مصلحه الكفاءه الانتاجيه، فاحنا ممكن نطور او نستغل نشوف ايه اللي ناقصها يعني. ايه محتاجين؟ ايه محتاجين نبص عليها يعني؟ قطاع خاص هي منظومه متكامله، قطاع خاص يقول لي انا احتياجاتي للسوق كذا، فانا ابدا كمصلحه كفاءه انتاجيه او بالمراكز اللي عندي ان انا اشتغل عليها بقى. عظيم.